الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. هارتكم بأن العصاق ديالنا راه بيد الخارق، ماشي بيد شي واحد، راه يدير شي واحد هذيك. نساندكم في الإضراب. فالإخوان كانوا جزء من الإخوان المريضة، ومن اليوم أنا كنحمل لكم مسؤولية، المسؤولية اللي طرحت شي عديدة ولا عند كاتب. اولا كنشكر الاخوة على هاد روح النضال اللي معهم، كنشكرهم على تتبع هاد المحطات النضاليه ديالنا. فالدوافع ديالنا كما عرف الاخوة من منذ الجمع العام ديالنا، فاحنا كندافعوا على واحد المكتسبات بسيطه ديالنا، ومكتسبات مهضومه، ومكتسبات اللي قانونيه وخولتها لنا الدوله. مي الاداره بغات انها فهمتيني بشتى الوسائل وبشتى الطرق انها تمحي هذه المكتسبات وهذه. فمن المكتسبات اللي حنا كناضلوا عليها اليوم هي الحريات النقابيه، فهذا مكتسب قانوني، مكتسب كيخولوا لنا الدستور المغربي، مكتسب كيتخولوا لنا المواثيق الوطنيه والمواثيق الدوليه. فما يمكنش شي واحد انه يمس بهذه المكتسبات ديالنا. فاحنا كنمارسوا الحريات ديالنا النقابيه قانونيا في ظل واحد النقابه عتيده اللي تكونات وتنشات قانونيا. مي لحد الان الاداره مازال كتمارس علينا التعسفات ديالها في ان هذا بعذر ان هذه النقابه غير قانونيه. فمن خلال هذا الجمع الرابع ان شاء الله خرجنا من بعد حمل الاشاره، خرجنا بقرار في اتخاذ المحطة النضالية المقبلة، واللي هي كتمثل في خوض إضراب لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد والتجديد. فالحمد لله كانت القواعد كما قلتوا التفات حولنا، وخذات القرار معنا على أنها لن تتنازل حتى يرجع الكاتب العام والنائب ديالو إلى العمل إن شاء الله. هذا هو المطلب الأساسي، كاين مطالب أخرى قابل للتفاوض والنقاش، هذيك ما غاديش نذكرها. من المطلب الاساسي والقانوني بقوه القانون هو ارجاع الكاتب والنائب ديالو الى ارض العمل ان شاء الله. فكنشكر الاخوه اللي ساندونا في هذه المحطات النضال ديالنا، وكنشكر الاخوه الشغيله اللي ساندونا بالحضور ديالهم وبالدعم ديالهم المستمر في ايجاد حل لهذه المعضله وهذه المشكله ديالنا. فالحمد لله حنا تحنا تنوعدهم اننا غادي نستمروا في النضال ديالنا لاخر رمق لتحقيق مكتسبات ولتحقيق مطالب الشغيله ان شاء الله الرحمن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا